اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome back to another episode of the Simple RYQ. Less Masa Surah Al Baqarah series brought to you by TV Kiyulat Academy, your borderless school of the Quran. By Allah's will, we are almost towards the end of part number four of section number one of Surah Al Baqarah. And today's those today's assignment, today's activity comes from verse number 72 and 73. Now that you are ready, Let's do this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون Let's go back. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Moving on. فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها. Moving on. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته Let's go back. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته Moving on. لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون From. فقلنا اضربوه ببعضها together فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Now let's combine everything وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ With that we have come to the end of this episode Until the next The last before uh, The last one for this part Until then I leave you in Allah's protection See you and see you in Jannah والسلام عليكم ورحمة الله إقرأ. وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم